من بر أبويه يجد أثر ذلك البر في ذا يوم العرض. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة فسمع صوت حارث بن النعمان كان برا بأمه، فالنبي أعلم وهو في الجنة أن هذا الفتى الأنصاري إنما قدر له أن يدخل الجنة لبره بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في الرؤيا وهو في الجنة، قال كذلك البر، كذلك البر، والمعنى كذلك البر يصنع بصاحبه. وإن من أعظم البلاء أن يمتع الإنسان بحياة أبيه أو حياة أمه أو بهما جميعا ولا يجعل منهما طريقا إلى الجنة. الوالدان بابان مشرعان مفتوحان للجنة، إذا مات أحدهما أوصد الباب، وإذا مات الآخر أوصد الباب الثاني. ومن كتب الله أن عمر أبواه وهو حي فهما طريقان تقام لهما الحجة على ذلك العبد في الوصول إلى الجنة. الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأتي الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال إني ما دخلت الجنة إلا وسمعت دفن عليك أمامي، يعني صوت نعليك، فبما ذاك؟ ما أرجى عمل؟ قال يا رسول الله إنني لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهما، أي بذلك الوضوء صليت به ما كتب الله لي أن أصلي. فأعظم القربات إلى الله جل وعلا التي بها يثبت الإنسان في المحشر يمتع كثرة صلاته. قد قال النبي لربيعة بن كعب الأسلمي فأعني على نفسك بكثرة السجود. إعانة المسلمين وإغاثتهم، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أعظم وما أشد كربات يوم القيامة. أعظم ذلك كله أن يكون القلب أصلا موقنا بأن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يمر معك كثيرا لكن لا ينبغي أن تمله، قال عليه الصلاة والسلام ينشر لرجل من أمتي 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول الله له يا عبدي أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله، لأن الميزان ميزان عدل، أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله له عنده إن يقول الله له إنه لا ظلم اليوم وإن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالعبد قاسها بمقياسه هو، نسي أعمال القلوب، قال أي رب ما تشدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. وفي الحديث الآخر قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.